ماجر فان دايك الهولندي وديكن لوفرين الكرواتي، ثلاثي وسط الميدان فيلاندوم الهولندي، جوردان اندرسون الدوري الانجليزي وجيمس ميلنر، ثلاثي خط النار محمد صلاح روبرتو فيرمينو وساديو ماني بالمدرب الالماني يورجن كلوب. للكرة الاولى لليفر جيمس ميلنر على طول هدفين لهدف هدفه بتوقيع في بوين زاكي امامنا يورجن كلوب 50 عام كرمخاليوس والرايع لمحمد صلاح صلاح والكوره ودي الكوره وصلاح يحاول التصويب يعدي مارتينو التصويب لكن بعيد عن يا كوره يا سلام